استاذه ايكو مالك الا ديت حبوب الاستاذه حبوب اللقاح استاذه رحبوا بك بلاصه يا قبيله يا مقابلاني قبيله بكات قبيله شكرا لك شكرا لك شكرا اسامه مرحبا بك استاذه ليلى نعيم شكرا ايكو الصراحه زعما اليوم كاين واحد لومبيونس في الباتو عندهم بزاف هاد لي كونديدا اليوم انهم كاينين حيدوا كاع ستريس ديال العالم دابا عندهم بزاف تنفرق الف درهم قبل ما تضحكوا من قبل هما عليه زعما فرحانه بك اليوم في هاد البلاطو يحفظك اختي الله يحفظك بارك الله دونك طبيعه الحال كالعاده عطيتيهم شويه ديال التوجيهات ونصائح باش يتوفقوا في الاقناع وفي القوة الخطابيه والحواريه ديالهم غادي نبداو من اللي من عندك امين 30 ثانيه لكل واحد من بعد جوج دقائق والخاتمه 30 ثانيه والموضوع المطروح بطبيعه الحال هو واش قرار منع انشطه ديال لي زولترا في مدينه البيضاء قرار صائب ام لا كاين مؤيد كاين معارض غادي نبداو الله يخليكم دابا مع امين 3 2 غادي نبداو الله يخليكم ما حبسك حتى عيطي الله يخليكم يخليونا نبداو شوف استاذ نتايا والجمهور تصفيقات عليهم 3 2 1 تفضل اول مباراة المناظرة عفوا كنقدم تعازي حارة لأسر الضحايا راجي من الله أن يرزقهم الصبر والسلوان كذلك الشفاء العاجل للمصابين وأيضا الحرية للمشجعين المعتقلين اليوم في المناظرة غادي نوضح الموقف ديالي اللي كيعارض قرار منع أنشطة الألترا مدينة الدار البيضاء واللي مبني على جوج المحاور المحور الأول غادي نشوفوا فيه شنو هي الألترا وشنو هي الهدف اللي جات به والمحور الثاني غادي نشوفوا شنو هي الإيجابيات اللي عرفها المشهد الكروي واخا وصلوا لجوج المحاور راك منظم لحد الان غادي ندوزوا الكلمه دابا لعندك حمزه 3 2 1 سنه 2005 عرفت البدايه ديال ظهور لو موفمون الترا في المغرب هذه الحركيه نقلت المدرجات المغربيه لواحد المستوى عالمي عن طريق تفواج طرق تشجيع وتنقلات داخل وخارج ارض الوطن لكن هذه الحركيه دخلت كذلك بالجانب السلبي فيها اللي ولينا كنشوفوا عنف والصراع اللي ادى بالعديد من الارواح لذلك هنا خصنا نوقفوا ونفكروا واش هاد الابداعات ديال هاد لي زولترا كتساوي شيء امام الارواح ديال هاد الشباب اللي كتضيع تقريبا كل اسبوع واخا بقات فقط 3 2 ثواني تبارك الله عليك تشجيعات اليوم عاوتاني غادي نواصلوا المقابله ديال الاراء ديالكم مع الشوط الثاني الشوط المهم اللي فيه جوج دقائق معك حمزه الا كنتي مستعد 3 2 1 الدور الاساسي ديال لي زولترا هو التقطير ديال الجماهير في حين اننا كنشوفوا الاعضاء ديال هاد لي زولترا هما اللي كيقوموا بالشغب والقتال فيما بينهم الخطا هو في البدايه ديال هاد لي زولترا الشباب اللي شبناه وهاد الفكره في البدايه ديالها ما اقتصروش فقط على ادخال الشق الايجابي اللي ذكرت في الاول وانما دخلوه بكامل المبادئ والافكار ديالها هاد المبادئ والافكار هي اللي خالقه الصراعات ما بين هاد لي زولترا فمثلا في المبادئ ديال لي زولترا سرقه المنتوجات فهادي شي تعد اهانه في العالم ديال الالتراس لذلك كنشوفوا صراعات وحزازات ما بين هاد الفصائل كذلك لي ميساج او ما يعرف بالكلاش في العالم ديال الالتراس فبمجرد ان مجموعه كترفع واحد الرساله اللي هي استفزازيه للفصيل الاخر فكنشوفوا ان هذيك النقطه كتفتعل الشغب اللي كنشوفوا قتال ما بين اعضاء ديال الفصائل والدرجه اللي وصل لها التعصب اللي ولينا كنشوفوا ان الاخوه في نفس المدرج كيشجعوا نفس الفريق وكيحملوا نفس الالوان كيتقاتلوا فيما بينهم وذلك فقط باش ان واحد الفصيل يفرض راسه على الفصيل الاخر فهنا وصلنا لواحد درجه عاليه من التعصب بين هاد الفصائل لذلك انا مع القرار ديال المنع ديال الانشطه ديال هاد لي زولترا في الدار البيضاء واخا بقات لك واحد 40 ثانيه تقدر تندم عليها تقدر تكون نجحتي ودوزتي الميساج في اقل ديال الوقت تبارك الله عليك حمزه ندوزو للصوت الثاني بلورة الافكار ديالك والحجج والامثله امين عندك 2 دقائق 3 2 1 الالترا ظاهره عالميه الظهور ديالها في المغرب كان في 21 يونيو 2005 الهدف ديالها كان هو تشجيع الفريق وتقديم رسائل للاعبين والمسيرين مهما كانت الظروف تطرقنا الايجابيات ديال الالترا هي عديده ولكن للاسف لضيق الوقت نطرقوا لابرزها الالترا ساندت الفريق في الضراء قبل السراء وحاربت العصف الجماهيري اللي عانت منه الملاعب المغربيه لسنين عديده وكذلك قدمت لوحات وابداع في المدرجات اللي عطات صوره حضاريه على المستوى كره القدم
بالمغرب من خلال احتلال مراكز متقدمه في التصنيف العالي في التصنيف العالمي للالتراس. وبدون انسى ان الاشهاده الاخيره للرئيس السابق للاتحاد الدولي لكره القدم اللي صرح اعجابه الكبير بما قدمته الجماهير وقالت ان 70% من التظاهرات الناجحه في المغرب من بينها كاس العالم الانديه ترجع لتشجيع الجماهير. طرقت للسلبيات، اذا طرقنا للسلبيات خصنا نتقربوا اكثر ونعرفوا الالترا شنو الدم ديالها في هذه السلبيات هذو. واش الالترا كتعتبر مذنبه من البطاله والتهميش والفقر والفراغ المهول اللي كيعاني منه الشباب المغربي؟ ايضا واش الالترا مسؤوله على الغياب الرقابه التربويه داخل المدرسه والاسره؟ واش ايضا 10 مليون مغربي ومغربيه اللي كيعانيوا من الاميه حسب احصائيات الوكاله الوطنيه لمحاربه الاميه، واش هذا الشيء كتدخل فيه الالترا؟ واش الجهات المسؤوله اللي ما كتقومش بالدور ديالها على اكمل وجه من خلال منع الجمهور دخول الملعب في كيعرف الصيانه، وايضا تفتيش المشجعين، وايضا منع القاصر من ولوج الملعب، كتدخل فيه الالترا؟ كيف بين عشيش وضحاها اصبح عضو الالترا يحرض على الشباب ويرتكب جرائم في وسط الملعب؟ وشكرا. الجالية اللي دائما كنفتحوا لهم المجال باش يعبروا على الاراء ديالهم. دابا تقربت لكل من حمزه وامين باش نتعرفوا اكثر على وجهه النظر ديالهم وكيفاش غادي يدافعوا عليها من خلال بعض الاسئله والاجوبه. غادي نبدا معك انت يا حمزه. حمزه، القواعد ديال ليزولترا باينين، وانت مشجع ديال الكره وكتمشي للتيران دونك عارف هذا الشيء. من بين هذه المبادئ والقواعد هو اننا نضحيو بالمال ديالنا، بالوقت ديالنا، باي حاجه عندنا غاليه من اجل الالترا ومن اجل الفريق. واش انت دابا مستعد تضحي حتى بالالترا انها ما تبقاش وتمنع؟ نعم، لان كنشوف هاد الفصائل ديال هاد الالترا ولاو حب الفريق وتضحيه الحب الالترا وتضحيه الالترا اكثر من حب الفريق. فولا كنشوف هاد الالترا كيتسبوا بغرامات ماليه للفريق، ولا كنشوف هاد لي زولترا والشغب اللي كيديروا بيناتهم كيتسبوا بالموج ديال الاعضاء ديالهم. يعني نتايا كتأيد الفكره ديال يتمنعوا لي زولترا؟ نعم. واخا، وكاين بعض المسؤولين السياسيين والرياضيين اللي شبهوا لي زولترا بجماعات ارهابيه، واش انت متفق مع الفكره ولا كتشوف انها مبالغ فيها؟ لا، هما ما كيحرضوش على الشغب وعلى ماشي عصابات، وانما فقط ان داك الشغب داخل في المبادئ ديال الالترا، التعصب وداك الشغب داخل في المبادئ ديال الالترا. فإلا حلينا هاد لي زولترا غادي نقدروا نحلوا هذوك الصراعات اللي كاينه ما بين هذيك الفصائل. غير للاشاره، نتايا واش داخل مع الترا ولا ما داخلش؟ غير منتمي لاي فصيل. واخا، بالنسبه لك امين كدافع على لي زولترا، ولكن الفريق ديال الرجاء البيضاوي تعاقب، واش حتى الالترا خاصها تعاقب؟ الالترا في بعض الاحيان خاصها تعاقب. مني احنا بصراحه مني كنوصلوا لدرجه الموت خاص يتعاد النظر ونعرفوا شنو الاسباب اللي مورا هذا الشيء كامل باش وقع. بالنسبه للفريق مني كيتعاقب هو على عن طريق الجمهور، فالمتضرر كيكون الجمهور وايضا كيكون الفريق، ماشي غير الفريق بوحده. يعني خصهم يتعاقبوا حتى هما، يتمنعوا ما يتمنعوش باش ما يبقاوش لي زوت، يتمنعوا من بعد المقابلات كيف كيوقع، ولكن باش يتمنعوا بصفه نهائيه انا كنعارض القرار. واخا، شنو هي بالنسبه لك امين الحاجات اللي خصها تصلح في هذه الفصائل الرياضيه؟ الحاجه اللي بالنسبه لي خصها تصلح في لي زولترا هي اول حاجه في الاجتماعات ديالها وفي التنظيم ديالها، عمرها ما حرضت على الشعب وعمرها في الشغب، وعمرها ما كانت وسيله للقيام بعمل الشغب. لكن ما وقع في ما يسمى بالسبت الاسود، هناك مسؤوليات اللي كنحملها الجهات المختصه. فمثلا الملعب كيعرف الصيانه في وسط الموسم، ومع ذلك تدخل الجماهير لحضور المقابله في وجود حجاره وفي وجود بعض الادوات اللي تحول الادوات الادوات للدفاع عن النفس. لذلك خاص الجهات المسؤوله تحمل المسؤوليه ديالها، محاربه القاصرين، تفتيش العقلاني وجميع الجهات راه عندها دور وعندها مسؤوليه كذلك في هذه المساله. غنطلب من الجمهور اللي حاضر معنا هنايا في البلاطو الى عجباتو لا بيرفورمانس ديال امين يهز لو بوست ديالو يدير له لايك. امين، بالنسبه الى عجبكم حمزه ديروا لايك. واخا، دابا غادي نواصلوا مع الخاتمه، 30 ثانيه فقط للاقناع، بيلانتيات او الصوت الاضافي الاخير. بدينا معك امين، من بعد الصوت الثاني انت يا حمزه، غنختموا معك امين، 3 2 1.
باش كندرسوا واحد الظاهره كناخذوا واحد العينه وكنحلوه. يعني الاحداث اللي وقعت مؤخرا في الملاعب ما هي الا عينه مصغره لما يعانيه المجتمع المغربي، وبذلك من اجل اصلاح الملاعب واصلاح الجماهير يجب اصلاح المشاكل التي سبق ذكرها. وشكرا. شيخ فيف ضريف تبارك الله عليك. واخا اها ندوزو مباشره لعند اخر كلمه لحمزه. 3-2-1. انا متفق معاك ان هاد الشيء كاين حتى في المجتمع ديالنا، لكن الشغب اللي شفنا ماشي من الجماهير غير منتميه ولكن فقط من الاعضاء اللي كينتميو لهاد الفصائل، اما بقيه الجماهير اللي ايضا حتى هي من هذا المجتمع ما كان لا شغبه فقط الاعضاء ديال هاد الفصائل اللي شفناهم كيتقاتلوا فيما بيناتهم، وذلك ناتج عن الصراعات اللي كاينه بيناتهم السنوات هذه. لإذن هاد القرار اذا حلوا هاد لي زولترا وحبسوا هاد الانشطه ديالهم فغادي يتحل الشغب بنسبه كبيره في الملاعب ديالنا. تماما، احترمتي الوقت تبارك الله عليكم، تصفيقات عليهم جوجهم. خليكم معنا ترجعوا ترتاحوا شويه، غادي نستمعوا الراي ديال ايكون اللي مازال معنا وتحليل ديال الاستاذه ليلى نعيم، ومازال عندنا واحد الضيف غادي يخلط علينا في اخر الحلقه. دابا نديروا شويه الاشهار فاصل ومن بعد نواصل. مرحبا بكم من جديد. ايكو ما كيصفقش عادي، ديما خصو ياخذ الايقاع. تبارك الله عليك. اذا سمعتوا وتبعتوا معنا الاداء ديال المشاركين، وغادي نسمعوا دابا التحليل الدقيق ديال الاستاذه ليلى نعيم. ولكن قبل اسمحي لي واش الاستاذه تطيب الحلوه؟ حيت قلت لك التحليل الدقيق، واش باش ما تعطينا شي غوسيت ديال شي كيكه؟ قلتي اليوم غتعطينا الغوسيت وغادي تقول لنا انت اليوم شنو الراي ديالك في الطريقه ديالو؟ لا لا هي مسجله وخذات لي القمح. الدقيق الممتاز غير سير. واش بغيت دير تحليل لهذا الشيء ديال هاد الجوج ديال هذاك؟ وانت شنو التحليل ديالك اليوم اليوم؟ شكون اللي قنعك اكثر؟ شكون اللي لا هو دابا غادي نهضروا بصراحه. بصراحه. إلا كان عندنا جمهور مغربي بحال هكا ما غيوقع عندنا حتى شي حاجه. أصلا كاين أهم حاجة هو النقاش. كانوا تيتناقشوا ما معصبينش. كون كان النقاش باش ناخذوا هذه الفكره مزيانه، النقاش بلا عصب ناجح. النقاش بالعصب تيخليك تزيد من عندك وتتوتر تولي تيخرج لك لداخل ديالك، ربما شي تيطرى الجمهور في وسط الملعب، ما تيبقاش نقاش، تولي عصبيه. هذا الشيء كون كانوا دابا مثلا الجمهور تيهضر بحال هكا تيعرف بانه خصو يوصل الفكره ديالته والفكره تتوصل وانت ما معصبش، اذا كنتي معصب تتولي تترغم الانسان اللي بغى يسمع لك بالزمنه. هنا فين تيوقع الشجار هو في الملعب اللي تيبان ليا المشكل ما كاين لا في الالترا ولا ماشي في الالترا ولا في الجمهور، المشكل كاين في الطبقه الناشئه اللي ولات تمشي للتيران وتبغى تجبد الصداع على والو، فهذا تيتصيدوا فيه ناس مساكن ما داروا والو، فتما كاين واحد غياب ديال الوعي. غادي نتفرج في الماتش، نمشي نتفرج في الماتش ورجع للدار، نمشي نتفرج في الماتش ونرجع للقبر. تقدر ما ترجعش بصح. لان راه صعيب، انا تنقول هاد الهضره حيت ما حنا خوت في الاسلام وكل شيء، ولكن سيف غير خوك عايش معاك في الدار، راه كون كان خويا انا غنتقلق وغنمرض. فبهذه المناسبه تنخدموا تعزيه للناس اللي توفوا لهم ولادهم، فحشومه نكون انا ام نصيفط ولدي باش يتفرج في ماتش وما يرجعش ليا، راه بزاف. هادشي بالنسبة للمضمون، شكرا على الرسالة ايكو. بالنسبة للطريقة والأسلوب بالنسبة لك أستاذة ليلى. أنا بصراحة غير هاد الفكرة ديال ايكو بصراحة أثرت فيا، سادير لاغيمونتاسيون ديالو كانت امباكتون تبارك الله عليه. ألوغ أمين وحمزة اليوم بغيت نقول لكم زعما هاد لي زولترا في لي تيران محمسين وزعما ومكاجين في هاد الكره وداكشي، وانتم اليوم في المناظره مبردين كل واحد بشويه عليه، ما عطيتوناش ذاك الحماس، ما عطيتوناش دوك لي زيموسيون ديالكم، ما شفناش واش نتوما فريمون اللي مع الفكره واش مع الفكره واللي ماشي مع الفكره، فريمون ماشي مع الفكره. كان واحد التبادل ديال الاراء بحال كنا بشي راس ديال الدرب وكنجمعوا. نوض اخويا عزف لي على وجهي. عزف لي على وجهي اخويا باش نوريونا الحماس. نوض نقول لي علاش ماشي هذا الحماس. صوروا لنا تيران هنا فتحنا نتفرجوا شويه. ماشي هذا الحماس، غير زعما الحماس الطريقه ديال الهضره. ماشي امي نوريك الخبيزه. لا فهمتك علاش هضرتي، والله الا فهمتك زعما يكونوا الممتاز ديالي. لا هما الا تعجلوا بغيتي تتفرجي في فيلم اخر. دابا الكاميرا وحشمو الصراحه ياك، كاينه هذه القضيه
ولكن انت هما اصلا تيبان فيهم مؤدبين والله العظيم، فاش كانوا تيناقشوا حسيت بالانسان واعي. تقدري تكملي. الله يبارك فيك. شكرا. شكرا كريمه. شكرا. كلفتيني. الدقيق تحليل الدقيق. الدقيق. الوغ دونك امين بدا بواحد لو سومير، هادشي مزيان. حمزه يتي بوكو بليس في الموقف ديالو، ما عطاناش السومير ولكن امين عطانا السومير. انا حسيت في الاول بانه حمزه كانت عنده بليس ديال التلقائيه على امين اللي كان في الاول ديالو شويه مستريسي، من بعد في الاخر امين ولا موان ستريسي كفي الاول، هادشي مزيان. غير هاد المناظره ما فيهاش ارقام، ما فيهاش زعما لي ستاتيستيك، ما فيهاش شي براهين بارزه كبيره، ما فيهاش شي ديزيفي سوربريز، ما فيهاش حماس، غير كانت فكره وحده اللي عند حمزه تيعاودها كل مره، وكانت فكره وحده اللي عند امين كيعاودها كل مره. دونك ما كانتش بلوره ديال الافكار بواحد الطريقه، ما كانوش شي افكار اللي بتدي احنا ما نعرفوهاش، المشاهدين ما تيعرفوهاش، ما حسيتش بانهم داروا واحد البحث، كل واحد دار البحث اللي ضد الالترا ولا اللي معاهم، حتى واحد فيهم ما دارش شي بحث كبير، حتى واحد ما جاب لنا شي فكره ما كنعرفوهاش، حتى حد ما ورانا ما دارش شي اضاءه لشي جانب ما تنعرفوش، ما كانش اون ريشيرش. واش نقولها المو؟ نقولها لها، نقولها تكون تيدير في البعد. لا راه في راسها. نقولها لها ما عنديش سوق انا. دابا اللي خاص هاد بون خاصنا نعرفوا بان امين وحمزه مازالين شباب، ومازال ان شاء الله غادي يطوروا هاد الكفاءات ديالهم في المناظره، اللي كنصحهم به انه تكون عندهم ثقه في النفس ديالهم، يحاولوا انهم ما يكونش فيهم شويه ديال الخوف وشويه ديال الارتباك باسكو حنا حسينا به. وثانيا من بغي نمشي نكون من بغي نمشي للمناظره خصني نجي بارقام، نجيب براهين، نجيب معايا بوحوت، نجيب معايا شي حوايج اللي الناس ما عارفينهاش، وميم جو دو سوربروند هذاك اللي قدامي، نعطيه شي حوايج اللي ما عارفهمش هو كاع، ودونك يكون عندي ليفي سوربريز ونبان في المناظره ديالي، ما نجيش نقول شي حاجه اللي معروفه ويكون داك الشيء فريمون بسيط. هادشي اللي بغيت نقول لهم اليوم. يعني كان خصهم يديروا يلعبوا على اللور جو، يديروا دي باس انديريكت وهذا باش تكون في ريشيرش، بغيت تكون بلوس دو ريشيرش في الديبا وفي لا ريشيرش ديال لارغيومونتاسيون. النتيجه هو استعمل واحد البرهان ديال الاميه. المناظره ديالي في الاول قدمت باللي الوقت ما كافيش، وكانوا عندي بعض البراهين اللي مثلا بحال 27.5 من الهدر المدرسي اللي كيعانيهم من التلاميذ مثلا في المغرب بحسب الاحصائيه ديال وزاره التربيه والتعليم. دابا كانت هذا استثناء واخر، اول مره كتعطي الكلمه. دابا زعما الوقت ما بقاش ليك انت. لا انا كتقول انني راه قلت نقصد زعما انا كان غايقولها، كان غايقولها قبل ما ندخلوا هنايا البرنامج كتحدثت انا وياه، قلت لي نتمنى نوصل الافكار كثيره وماشي غير تنحاصر هنايا، ولكن الناس اخرين يحاولوا. يخليك يا استاذ اجل من الفيستا باينه. رأي شخصي ديالي. دابا انا حسيت بهم جوج مرتبكين، سي سيغ انهم جايين بحوايج كثير بغاو يقولوها، ولكن هنا عرفتي كتلف، وعرفتي باش تنجح المناظره خاصك تحاول انك تضبط راسك وما ترتبكش، هذيك هي المناظره كلها. المناظره في ذاك ايكو صعيبه صراحه. انا بعد هنا ما نقدر نخرج تكلمه ما خلانيش. المهم النتيجه كما قال اسامه هاد الوليدات دونك متكافئين، 6.5 عند حمزه و6.5 عند امين. تعادل. ولكن الحمد لله.